السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة تانية معاكم عبد الله شريف هاشم. دلوقتي بقى هو مع شعار كأس العالم أساس، يعني نبقى نعيش الدور كده ونزيط مع الزيطة. الدورة هي بدأت، عدى يوم يومين ثلاثة، بدأت الناس تخش في المود، بدأت الفرق تظهر وتبان، وبدأ الكرة تورينا نفسها، تفكرنا بنفسها تاني ان هو الكرة ملهاش كبير، والملعب واليوم اللي بتلعب فيه الماتش والماتش نفسه ال90 دقيقة، اللي هما دلوقتي بقوا أكتر من 90 دقيقة، دايما بيدوا 8 10 دقايق وقت ضايع معرفش ليه. فالكرة والملعب واللعيبة والتوفيق والقدر وكل حاجة، في فاكتورز كتير بتخش في الموضوع. في كأس العالم، موقع كأس العالم على جوجل، يعني كتبت وورلد كاب 2022، ففي بيطلع لستة المباريات اللي جاية والتوقعات الفيفا للماتش ده، مين هيكسب وفرص مكسبه قد ايه. لحد دلوقتي انا متابع الموقع ده، في معظم الحالات كانت تنبؤاتهم صحيحة، لأنها بيزد على يعني أداء الفرق في الفترة اللي فاتت وحسابات، يعني الحسابات أعتقد إنها دقيقة جدا، وطبعا بتحصل يعني مفاجآت من وقت للتاني، أو مفاجأة طبعا حصلت في الافتتاح. الافتتاح يعني رغم إنه يعني واضح إن هو كان يعني معمول له إعداد رهيب ويعني بذل فيه مجهود رهيب، إنما يوم الافتتاح للأسف حصل حاجة نقدر نقول عليها يعني نحس، في نحس حصل في الملعب. فرقة قطر طبعا ظهرت بمستوى اقل بكتير من اللي الناس تعرفه، على اساس قطر يعني بطل اسيا، سيبك منها منظمة الدورة، انما هي بطل اسيا في النهاية، بطل اسيا الحالي. فنفس الفرقة دي ونفس اللعيبة دي هم اللي خدوا بطولة كاس اسيا، دي عملية صعبة جدا في الواقع، يعني ان تتغلب على كل الفرق اللي في اسيا وتاخد الكاس. بس حقيقة يوم الافتتاح ما كانش فريق بطولة أبدا، كان فريق شكله مرهق متعب محبط منحوس للأسف الشديد. إن شاء الله ربنا يوفقهم في الماتشات اللي جاية، ونشوف مستويات تانية يعني مستوى أعلى منهم إن شاء الله، ويفرحوا الجماهير يعني إن شاء الله. في إيه تاني في الكأس العالم؟ شايف طبعا في طبعا زي مثلا الأرجنتين النهاردة اتغلبت، كانوا 2-1، كانوا 2-1 يعني مع رأفة، أعتقد كان ممكن النتيجة تكون أكتر من كده، لأنهم برضو كان عندهم ثقة، واضح ثقة زايدة. ففي ال وأعتقد برضو فريق قطر في الافتتاح كان عنده ثقة زايدة. ثقته هتزيد عن حد معين، الحد اللي هو اللي شجعه ونشطه، فهيتشلوح يعني، ده أكيد. فالمهم جدا جدا يعني الإنسان في الحياة عموما، حتى إن هو ياخد باله من قضية الثقة الزايدة في ال أو يعني اعتبار إن الأشياء هتمشي زي ما هو عايز، من غير أي يعني من غير أي مجهود منه، يعني خلاص إحنا هنكسب يعني عادي، يعني لا مفيش حاجة اسمها عادي، حتى لازم تلعب ولازم تثبت نفسك في كل يوم، في كل يعني موقف وفي كل مقابلة، وهي دي الحياة. يعني الحياة عبارة عن كل يوم بتثبت ذاتك وتثبت نفسك من جديد، والعبرة والخواتيم، نسأل الله حسن الخاتمة، إن حتى الإنسان ممكن يعني يعمل بعمل أهل الجنة، ويعني يختم حياته بشكل مختلف، أو يعمل بعمل أهل النار ويختم حياته بشكل مختلف يدخل الجنة. فالإنسان عليه إن هو يعني ما يستعجلش وما يفرحش أو إنما يعني يركز جدا جدا في إن العبرة بالخواتيم، وإن الماتش بيتقي مع صفارة الحكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني يوفقنا كلنا إن إحنا نكون يعني ثابتين ونفوز إن شاء الله مع صفارة الحكم. الجماهير في الشوارع يعني مش كتير أوي الحقيقة، في طبعا أماكن اللي بيسموها الفان زونز، شايف شوية فيديوهات كده يمين وشمال، وشايف ناس وانا ماشي رايح جاي في الشارع، برضه في ناس شايفهم كده ماسكين زمارة كبيرة أو حاطين شوية كابس، اللي هما جماعة بتوع المكسيك وهكذا، وجماعة طبعا تبع الأرجنتين مالين الدنيا، ماشيين يعني لابسين فانلات الفرقة،
والتوانسة طبعا اخواننا التوانسة النهارده لعبوا كويس، مش ربنا فاهم في المباراة القادمة يكسبوا. بس شوارع البلد إلى حد ما يعني هادية جدا، أهدى مما كنا نتخيل، احنا كنا متخيلين طبعا هيجي بقى المشجعين والدنيا هتتقلب والشوارع هتقفل. لا الحمد لله، أعتقد إن بالعكس يعني شايف الشوارع هادية جدا، منظمة جدا، يعني توتالي أندر كنترول. خصوصا الجماعة اللي هم المشجعين دول عندهم بدائل كتير، يعني عندهم المترو وعندهم شبكة الأتوبيسات النقل العام اللي أعتقد فعلا بالمجان، وعندهم طبعا العربيات او الاتوبيسات الخاصه بالافواج اللي هم جايين من خلالها، وعندهم مشي لان البلد مش كبيره قوي الحقيقه، فممكن نص ساعه كده تلاقي نفسك يعني قطعت البلد بالعرض على الكورنيش مثلا. ده مخلي الشوارع العاديه بقى في وسط البلد هاديه جدا، منتظمه بشكل ما شاء الله رائع، يعني تحس ان في يعني أكيد في بعد توفيق الله سبحانه وتعالى في دراسات مرورية اتعملت دقيقة جدا ومحترمة جدا، بحيث إن هي عشان نشوف الدنيا ماشية بالسهولة دي في الوقت ده، اللي هو يعني الوقت خلاص احنا الوقت 3 أيام جوه الدورة، فخلاص يعني الفرق معظمها بقت موجودة، يمكن كلها الجماهير موجودة، الاستادات مليانة، بس مش شايفين أي يعني اختراقات مرورية أو كده. ما شاء الله الدنيا ماشية كويس جدا من ناحية النظام والسيطرة، الحمد لله رب العالمين. طيب يعني مش عارف أقول إيه تاني النهاردة، بس هنستمر في المتابعة بإذن الله، وإن شاء الله ربنا يعني يسهل تكون أيام لجاية أيام كويسة. أنا على الشورتس، في حاجة اسمها الشورتس، يوتيوب شورتس، اللي هي الفيديوهات الأقل من دقيقة، بحاول أنشر فيديوهات قصيرة يعني تدي لك كده بس يعني النبضات عن اللي بيحصل في الملاعب او ورا الملاعب. في الفتره اللي فاتت، اليومين اللي فاتوا دول، في فيديوهين منهم فرقعوا جابوا الاف الفيوز. ان شاء الله الفتره الجايه يكون في برضه فيديوهات يعني حلوه، تكون يعني الفيديو لازم يكون بيقول حاجه، او يعني يعني بيبص الحياه من ناحيه مش يعني مش مجرد صورة، يعني لازم بحاول إن شاء الله الفترة الجاية دي برضه أستمر في التركيز على عملية إن ننقل لحظة يعني فريدة، لحظة غريبة بتعبر عن عميقة، يعني فيديو عميق مش مجرد أي فيديو أي واحد يقدر يصوره. طيب شكرا جزيلا، وإن شاء الله على تواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم العبد الله شريف حاشم.